مساء الخير واهلا بحضراتكم معانا في صحتك ورحله جديده في عالم الصحه والطب. النهارده ان شاء الله هنتكلم مع حضراتكم في موضوع بنتكلم فيه لاول مره في صحتك، وهو تاثير الحاله النفسيه او حتى بعض الامراض النفسيه على صحه الجسم فيما يعرف بالامراض النفس جسمانيه. معنا النهارده ان شاء الله دكتور امجد خيري، استشاري الطب النفسي والعلوم السلوكيه. قبل ما ابتدي معاكم مجلتنا الطبيه الجديد في الطب، خليني اقول لكل مصر كل سنه والجميع يا رب بكل خير بمناسبه عيد دخول العائله المقدسه لأرض مصر. بالنسبة لأولى أخبارنا فهي تحذير رسمي من منظمة الصحة العالمية بخصوص استخدام دواء الشرب، الأدوية السائلة اللي احنا بنسميها بالعامية دواء الشرب. خلينا أقول لحضراتكم أن هنا التحذير بخصوص أن احنا لما نيجي نفتح أدوية الشرب ما نستخدمهاش أبدا بعد مرور 6 شهور. ليه؟ لأن الحقيقة عملية الاستخدام الطويل لها مع عملية الفتح والغلق عدد من المرات ده ممكن يأثر على صلاحية دواء الشرب، يأثر على نمو البكتيريا، يعرض الدواء نفسه للتلوث، وبالتالي ده هيأثر على صحة الإنسان. مش بس كده، لكن كمان دكتور باهر السعيد الطبيب الصيدلي بيعقب على تحذير الصحة وبيقول تحديدا ان احنا كمان احيانا مش محتاجين ان احنا نستنى 6 شهور علشان ما نستخدمش دواء الشرب، احيانا ممكن بعد مرور شهر واحد بس ما نشربش الدواء. ليه؟ لو حصل له تغيير في شكله، في لونه، في طعمه، في ريحته على الفور الحقيقة، حتى لو مر شهر أو أقل حتى من الشهر في مدة إن احنا فتحناه، على طول لازم ما نستخدموش بعد كده. نخلي بالنا كمان إن احنا لما نيجي نستخدم دواء الشرب بعد ما نستخدمه ممكن جدا نلاقي بواقي على الإزازة من بره، وخصوصا بعض أدوية الأطفال بتربي حاجة كده زي حبيبات السكر. لازم نغسل الإزازة نفسها أو الغلاف أو العلبة الخارجية قبل ما يعني نشيلها في المكان اللي احنا بنشيلها منه. من المطلوب كمان في الحر الشديد اللي احنا بنعاني منه ان احنا نشيلها في التلاجة علشان تحافظ على قوامها وتحافظ على خصائصها الكيميائية. بالنسبة للأطفال المبتسرين، وهم الأطفال اللي بيتولدوا قبل ميعادهم وعادة طبعا بيكون وزنهم أقل، بيتحطوا عادة في الحضانة وبيكونوا عرضة بشكل كبير جدا لما يعرف بتسمم الدم. تسمم الدم ممكن يهدد حياة الأطفال، وده اللي نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، واللي بتأكد أنه هنا العلاج الوقائي بيكون في صورة المضادات الحيوية. لكن في دراسة تم إجراءها مؤخرا الحقيقة في ناحية من القلق بخصوص استخدام المضادات الحيوية بالنسبة للأطفال في الأيام الأولى من عمرهم، لأن هم اكتشفوا أن ممكن مع الاستخدام المبكر، وخصوصا لو كان استخدام مش بس مبكر لكن استخدام طويل، ده يأثر على صحة الأطفال في موضوع مقاومة المضادات الحيوية. ولأن الحقيقة نسبة منتشرة جدا، يعني احنا بنتكلم على الطفل من كل 10 أطفال حول العالم معرضين أن هم يكونوا أطفال مبتسرين، فده هنا الخطورة. مش بس كده، لكن بالنسبة لدراسة يعني عملوها في مستشفى الأطفال في الولايات المتحدة الأمريكية، وجدوا أن 3/4 الأطفال المبتسرين في المستشفى دي وحدها بيخضعوا للعلاج بالمضادات الحيوية، ومن هنا الإشارة لضرورة توخي الحذر في استخدام المضادات الحيوية للأطفال في أيامهم الأولى. بالنسبة للسلوك العدواني طبعا زي ما حضراتكم عارفين ده ليه تأثيره على المجتمع وليه تأثيره كمان الاقتصادي، يعني في الخناقات والأحداث العنيفة وأحداث الشغب وما ذلك. لكن خلينا نقول أنه من الناحية العلمية قدر مجموعة من العلماء السويديين أن هم يكتشفوا الخلايا المسؤولة عن النزعة العدوانية والسلوك العدواني، وبيشتغلوا حاليا عليها من خلال إجراء مجموعة من الدراسات تحديدا على الفئران من الذكور. شافوا الفئران إيه اللي بيخليها تتنرفز أو تتعصب أو يكون عندها مجموعة من النواحي العدوانية والسلوك العدواني، فمثلا استخدموا معاهم ان هم حطوا لهم فار جديد في القفص اللي بيمثل لهم منزلهم. فالناس لو عفوا يعني الفئران محل الدراسة او محل التجربة اللي كان عندهم النزعة العدوانية ثارت جدا وهجمت على الفار الجديد في القفص اللي هو بيمثل لهم المنزل. طبعا بقية الفئران اللي ما عندهمش النزعة العدوانية ما هجموش على الفار الجديد. فاشتغلوا هنا على الخلايا اللي اكتشفوها في المخ بجانب الخلايا العصبية علشان يشوفوا بعد كده لما يعرضوا الفئران لنفس الموضوع وهو الحافز اللي بيخليهم عدوانيين هل هيتأثروا ولا لا. واشتغلوا فعلا على الموضوع دوت وحط لهم الفار من جديد، وحاليا بيعكفوا على الدراسة علشان يقللوا من نسبة السلوك العدواني مهما كان الحافز اللي ممكن يخلي الفئران هنا طبعا محل الدراسة ان هي تتعصب، وبالتالي ده يتطبق على البشر فيما بعد.
بالنسبه للغده الدرقيه واحنا طبعا اتكلمنا عنها اكتر من مره في صحتك، معانا خبر خاص بنسبه انتشارها حول العالم، لكن هنا مش بس نسبه الانتشار، ده هنا كمان مؤشر الخطر بالنسبه للسيدات. وجدوا انه احتمال الاصابه بالغده الدرقيه ما بين السيدات اعلى بمعدل 8 اضعاف عن معدلات الاصابه بالنسبه للرجال. الدراسه دي قام بها مجموعه من العلماء في واشنطن، واتضح انه السبب في ده التغيرات الهرمونيه اللي بتخضع عليها المراه، بالاضافه طبعا لحساسيتها تجاه التغيرات دي وعنصر نقص اليود وعنصر التوتر، كل ده بيزيد من تعقيدات اضطرابات الغده الدرقيه. لما عملوا مجموعه من الابحاث علشان يشوفوا مدى انتشار الغده الدرقيه، فعلى سبيل المثال لقى الحصر في الهند وحدها في نسبه كبيره جدا، يعني احنا بنتكلم مثلا ان واحد ما بين كل 10 في الهند بيعاني من الغده الدرقيه. النسبه دي في الهند وحدها بتعلى لثلاث اضعاف بالنسبه للنساء. بالنسبه بقى لمرضى السكر، لقوا ان واحد من بين كل 3 مصابين بالسكر بيعانوا من اضطرابات في الغده الدرقيه، يعني نسبه التلت، ودي نسبه طبعا كبيره وضخمه للغايه. وجدوا كمان في الهند ان 45% من النساء الحوامل في فتره الحمل الاولى، التلت الاول من الحمل، بيعانوا من اضطرابات الغده الدرقيه. زي ما حضراتكم عارفين الغده الدرقيه مسؤوله طبعا عن افراز وانتاج هرمون التي 3 والتي 4، مش هي بس لكن كمان الغده النخاميه لما بتحفز الغده الدرقيه على انتاج الهرمونات دي، كل ده بيأثر على وظائف الجسم، زي مثلا دقات القلب، زي عمليه حتى درجه حراره الجسم. ومن هنا اهميه طبعا الغده بشكل عام والغده الدرقيه والغده النخاميه بشكل خاص. هنا الاطباء محل الدراسه بينصحونا ان احنا اولا نستخدم نظام غذائي صحي سليم بيعتمد على اليود، تمارين رياضية، تناول الكثير من المياه، كل ده هيكون له تأثيره على مقاومة الغدة الدرقية، أو خلينا نقول بمعنى أدق مقاومة ارتفاع نسب الإصابة بيها، خصوصا كمان الناس اللي ممكن يكون عندهم تاريخ عائلي أو تاريخ مرضي شخصي، يعني تاريخ مرضي شخصي عند الشخص نفسه أو تاريخ عائلي بين أفراد أسرته مختلفة بالنسبة لمرض الغدة الدرقية. الناس دي بالأخص لازم تعمل فحوصات دورية لسرعة الاكتشاف المبكر، بجانب النصايح ان احنا لسه قايلينها حالا. اخر اخبارنا النهارده عن سرطان الثدي. مجموعه من الباحثين الامريكيين نشروا دراسه تم التعاطي معها مع صحيفه ديلي ميل البريطانيه بخصوص مجموعه من السيدات اللي خضعوا لدراسه قام بيها زي ما قلت لحضراتكم مجموعه الباحثين الامريكيين. النساء في الدراسه دي قللوا استهلاكهم من الايس كريم، من الكعك، من منتجات الالبان، ووجدوا الحقيقه ان هم بيكونوا اقل عرضه للوفاه بسبب السرطان وخصوصا سرطان الثدي بعد ما عملوا الخطوات دي، ان هم قللوا استهلاكهم من المأكولات اللي احنا بنتكلم عنها. بشكل عام وجدوا ان تناول الغذاء قليل الدسم مع الاكثار من الفواكه والخضروات ده بيحمي النساء من سرطان الثدي. واحد من كل 8 أو خلينا نقول يعني واحدة من كل 8 من النساء الأمريكيات على وجه الخصوص بيصابن بسرطان الثدي، ده طبعا بخلاف معدل الإصابة به عالميا. بنتمنى طبعا السلامة لكل نساء العالم ونساء مصر بشكل خاص. بالخبر ده بنكون وصلنا مع حضراتكم لنهاية فقرتنا الإخبارية الجديد في الطب. بعد الفاصل مباشرة إن شاء الله هنتكلم عن الأمراض النفس الجسمانية، أما في الفاصل فهنشوف مع حضراتكم ونتابع تقرير أعدناه خصيصا عن جهاز بلازما جل لتحسين تجاعيد الوجه. نشوف التقرير مع حضراتكم وبعد مباشرة إن شاء الله نبتدي حوارنا النهاردة. جهاز البلازما فيلر او البلازما جيل، احنا الاول بناخد البلازما من البيشنت، ازاي بناخد عين الدم تقريبا حوالي 20 سنتي، وبعد كده بنحطهم في جهاز سنتريفيجيشن على دورتين عشان نركز كميه البلازما الموجوده. بعد ما بناخد البلازما بنحطها في جهاز البلازما جيل. بلازما جيل او البلازما فيلر حللنا حاجات كتير جدا على اساس البلازما اللي هي طالعه السائل المائي ان احنا نقدر نحولها لجيل. الجيل ده بيبقى ليه فوليوم، ليه ان احنا نقدر نحقنه كانه فيلر بالظبط في المناطق اللي احنا عايزين، بخطوط الوجه المنخفضه وفي التجاعيد اللي هي الموجوده عندنا، وقدرنا نحل بيها حاجات كتير. وفرنا سعر الفيلر وفي نفس الوقت حاجه يعني طبيعيه، بتبقى غنيه البلازما بالصفائح الدمويه والخلايا الجذعيه اللي بتحسن التجاعيد الموجوده والخطوط الموجوده حوالين الفم وحوالين الانف والمناطق الاخرى من الوجه. احنا دلوقتي خدنا البلازما وبعد كده حطيناها في الجهاز، وبعد كده خلصنا طلعنا بالبلازما جيل، هنحقن دلوقتي المنطقه اللي احنا عايزين نحقنها.
بيكون حاطين مخدر موضعي زي اي كريم مخدر موضعي في المنطقة اللي احنا هنحقن فيها. وهنبدأ دلوقتي في حقن البلازما جيل او البلازما فيلر في المنطقة اللي هي في فيها تجاعيد عندنا. حضرنا كده البلازما جيل وهنبدأ الحقن فيها، بنكون محضرين مخدر موضعي قبل ما بنحقن. بنخش في المنطقة اللي احنا عايزين نزود فيها الفوليوم بتاعها عشان تساعد على تحسين التجاعيد الموجودة في المنطقة اللي هي بين الشفة وبين الخد. المنطقة دي بالخط اللي هو نزل الليبيال لاين بنحقن فيه، نطلع كده ونحقن واحنا راجعين بنحقن تدريجيا بحيث نوصل للدرجة اللي احنا عايزينها. وبيكون زي ما شايفين المريض مبقاش متألم لان احنا محضرين مخدر موضع فيها جزء جزء معانا. خش مرة تانية سطح شوية كده، خلصنا المنطقة ديت. نخش على المنطقة التانية برضو نقل نفس القصة عندنا. حقن المنطقتين دول بنشوف الجزء اللي هي محتاجاه الكميه قد ايه اللي احنا عايزين نحقنها، وبنكرر الموضوع ده تقريبا كل شهرين على حسب مع تكرار الحقن. البلازما جيل او البلازما فيلر بيحسن التجاعيد الموجوده وبيقلل الدرجات اللي هي تبقى تجاعيد بتاعت الوجه من تقدم السن، بتقلل الموضوع ده معانا. ممكن المنطقة اللي تحت برضو عايزين نحقنها، الخط الموجود في الدقن بنخش فيه وبنحقن الدرجة بتاعته. بتمتاز البلازما جيل غير البلازما العادية او البلازما ان هي بتبقى ليها فوليوم، الفوليوم ده زي الفيلر بالظبط، وفي نفس الوقت بتبقى مادة طبيعية غنية بالخلايا الجذعية والصفائح الدموية، فبتجيب نتائج كويسة جدا في التجاعيد الموجودة، بخلاف حقن الدهون الذاتية اللي احنا بنعملها بتبقى ديت بطريقة مبسطة على اساس لو في بعض الناس مش عايزين يحقنوا دهون، بتبقى ممكن بتساعد في بعض الحالات مش كل الحالات في المنطقة اللي احنا عايزينها. بكده الجهاز البلازما جيل حلنا مشاكل كتير في تعويضا عن الفيلر، وفي نفس الوقت حقنا مادة طبيعية ومادة رخيصة ما فيش تكلفة في المستعمل هذه المادة، وفي نفس الوقت ليها فوائد كتيرة جدا انها بتبقى غنية بالصفائح الدموية وغنية بالخلايا الجذعية، وبنحل بيها مشاكل التجاعيد وبنقلل تقدم السن اللي بيحصل بعد كده. بنعمل حوالي جلسة كل شهر لمدة حوالي 3-4 جلسات، وبعد كده بيبقى في جلسة استمرارية تقريبا كل 3 شهور لغاية ما نوصل للدرجة اللي احنا عايزينها من التجاعيد. اهلا بحضراتكم معانا، واهلا بضيفنا الاستاذ الدكتور امجد خيري استشاري الطب النفسي والعلوم السلوكيه، شرفتنا. اهلا بيك. اهلا بحضرتك معانا، وزي ما قلنا في المقدمه النهارده ان شاء الله هنتكلم عن موضوع يمكن ما كناش طرحناه قبل كده في صحتك، وهو موضوع الامراض النفس جسمانيه. قبل ما نتكلم عن الامراض دي بالتفصيل وندي ليها مجموعه من الامثله، خلينا بس في البدايه نتعرف ايه هو في الاساس المقصود بالامراض النفس جسمانيه. طيب، هو ببساطة يعني ببساطة شديدة معناها ان النفس تتألم والجسد يعبر. تمام. او احنا ساعات نقول ايه، في حاجة اسمها الاكتئاب لكن في حاجة اسمها موازيات الاكتئاب. موازيات الاكتئاب دي تشمل تعب في القلب، حموضة شديدة في المعدة، صعوبة في التنفس، غصة في الحلق. يعني هو الواحد لما بيبقى متوتر الجسم بيفرز ادرينالين بيأثر على كل الاجهزة بتاعت الجسم، سواء الجهاز الدوري اللي هو القلب او الجهاز الهضمي او الجهاز التنفسي او الجهاز البولي التناسلي او الجلد او العظم. فاي حد احيانا يبقى عنده توتر بيبقى له فتره عنده قلق لكن مش ظاهر في صوره حاجه نفسيه. يعني دايما بيجي لنا بيكون لف على كذا دكتور. طيب. احيانا بيكون لف على دكاتره القلب لو المشكله في القلب، احيانا لف على الجهاز الهضمي. في بعض الاحصائيات بتقول
ان 30% من اللي قاعدين في عيادات القلب ما عندهمش اي مشكله في القلب، مشكله نفسيه. 50% من اللي قاعدين في عيادات الجهاز الهضمي ما عندهمش مشكله في الجهاز الهضمي، عندهم مشكله نفسيه. وبتصل الى ادويه والى مناظير والى كل حاجه، هو ما عندوش مشكله عضويه على الاطلاق. وهندي امثله ده ونتكلم بالتفصيل، لكن في البدايه في سؤال بيطرح نفسه وهو مهم جدا. دلوقتي يا دكتور كل الناس بلا استثناء بتتعرض لفترات من التوتر، الضيق، الكآبه، وفي ناس فعلا ظروف عملها، ظروف حتى حياتها احيانا العائليه والشخصيه فعلا خلاص ده ضغط يومي عليها، لكن مش بنشوف عليها اي تاثير جسدي، مش بنشوف حموضه، مش بنشوف تخلصات في المعده، مش بنشوف صداع. نفس الاعراض دي ممكن يكون اقل منها وابسط منها، يعني درجات كآبه خفيفه جدا، درجات توتر خفيفه جدا، لكن صاحبها اللي بيتعرض ليها على العكس تماما بقى بيبقى خلاص الصداع مش منومه، القولون العصبي فعلا عايش بيه صبح وليل. ليه الشخص ده بيتاثر بالشكل ده والشخص ده ولا هو هنا؟ هي ببساطه هي درجات الصلابة النفسية، ان في واحد عنده درجة mental toughness يقدر يتحمل حاجات كتيرة، يقدر يتحمل امتحانات، يقدر يتحمل مثلا ظروف وفاة في البيت. يعني انت بتجدي مثلا اب توفى عنده 3-4 اولاد، 2 معقولين، واحد تعبان خالص، واحد منهار، يعني عمال يغمى عليه. فدي مجرد انها صلابة نفسية فرقة من شخص لشخص. بس هو بمناسبة التوتر احنا مثلا دايما بنقول ان في ناس قسموا الانسان الى نموذج الف ونموذج ب، وتستعجب ان اللي عمل التقسيمه دي 2 دكاتره قلب، فريدمان اند روزنمان. هم سنه في اوائل الخمسينات لاحظوا ان الكراسي بتاعه العياده بتاعتهم مبريه من المساند ومن الحوافي بتاعه قدام، ولما ودوها للمنجد عشان يجددها لهم قال لهم انا بصراحه اول مره اشوف كنب بالمنظر ده، يعني كله سليم، الحوافي مبريه والمساند نفسها مبريه. هم خدوا المعلومه ويعني سابوها شويه، لكن اشتغلوا عليها بعد كده، فقسموا الناس الى تايب A بيرسوناليتي نموذج الف وتايب B بيرسوناليتي نموذج ب. نموذج الف ده بيبقى شخص طموح جدا، طبعه طموح جدا، تنافسي جدا، لازم يتنافس، يعني مش شرط انه يبقى متفوق، لا لازم يشوفوا اللي جنبه جاب كام وده جاب كام، ومهتم قوي بعنصر الوقت. ففي بدايه طبعا نموذج بها عكسه، يعني مش طموح قوي، مش تنافسي، يحب التعاون، يعني نقول شخص ايزي جوينج والوقت عنده مش مهم. فهم شوف انا بقول لك هي في بدايه الخمسينات، في بدايه السبعينات عملوا دراسه لمده 8.5 سنين، تتبعوا أكتر من 3500 واحد علشان يشوفوا القصة بتاعت نموذج ألف ونموذج ب. فلقيوا أن نموذج ألف معرض ضعف نموذج ب أن تجيله أمراض الشرايين التاجية. تمام. يعني 3500 تتبعوهم لغاية لما طلع منهم 350 واحد، 70% منهم كانوا نموذج ألف. فمعنى كده يعني أنا بقولك اللي اخترعها دكاترة قلب قبل ما يكونوا اطباء نفسيين هم اللي اكتشفوا، يعني العلم حلاوته ان انت بتجيب الملاحظه من حاجه غريبه خالص، من الكنب بتاع الـ 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 المرضى بتوعك. هو الملاحظه خاصه ان هم كانوا بيقعدوا يا دكتور يمسكوا اللي هي حاله التوتر العصبي، طول ما هم قاعدين بيفركوا وبيتحركوا على الحافه. فالمنجد اللي قال لهم انا هم رايحين ينجدوا الحاجه، قال لهم انا اول مره اشوف حاجه بالمنظر ده. تمام. عشان اقرب الصوره للمشاهد هدي لك مثال احنا دايما بندرسه، اقصى حدود تايب الف واقصى حدود نموذج ب. على فكره هو في الكوشينير اللي هم عملوه كانوا بيسالوا اسئله بسيطه قوي، منها هل حضرتك بتاكل بسرعه وتشرب بسرعه وتتحرك بسرعه؟ طبعا خلي بالك من كلمه الفاست فود دي. نمره 2، هل تشعر بتانيب الضمير لو انت خدت وقت الراحه بتاعك ولعبت او جريت او اتفسحت؟ طبعا الشخص اللي بيحس بتأنيب ضمير اكتر هو اللي عرضه ان يكون حساس اكتر، وبالتالي عرضه للامراض النفس الجسمانيه بشكل ضخم وكبير. هو ده السؤال اللي انت بتقوليه في الاول، ليه واحد معرض وليه واحد مش معرض. تمام. نمره 3 في الاسئله، هل في اللعب العادي لازم انك تفوز وتتضايق لو ما فزتش، مش في المذاكره والشغل، في اللعب؟ صحيح. نمره 4، هل لازم تعمل اكتر من حاجه في نفس الوقت؟ هي دي اللي بتبقى طبعا، وشويه اسئله تانية وملاحظات اكلينيكيه وكده. فالنموذج اللي احنا دايما نشرح في نموذج الف وب، بنقول واحد امريكي
لقى واحد مكسيكي قاعد ريلاكس خالص وبيشرب البايب وحط القبعة وهو فلاح. فالأمريكي قال له انت مش بتشتغل ليه؟ قال له ما هو الناس شغالين والدنيا كويسة وبناكل وبنشرب والولاد وبليل بره اقعد في الحانة واشرب. قال له طب ما تقوم تساعدهم عشان تكبر الشغل. قال له هستفاد ايه؟ قال له تكسب اكتر، تشتري فدادين اكتر. قال له بعدين؟ قال له لا، بدل ما انت مجرد مزارع تبتدي تعبي وتبيع وتبقى صناعة وكده. قال له بعدين؟ قال له تبقى راجل اعمال كبير. قال له بعدين؟ قال له ممكن يبقى عندك يخت، يبقى عندك طيارة. قال له طب وبعدين؟ قال له هتبقى مبسوط. فراح رفع له القبعة كده وقال له طب ما انا هو قاعد مبسوط. تمام، وصلت الفكرة بالظبط. فهي دي اللي هو الطموح قوي لازم يبقى عارف ان في ضريبة هيدفعها. طيب طبعا ده واضح جدا، لان احنا بنشوف دايما المشاهير حول العالم هم الاكثر ذهابا وترددا على عيادات الاطباء النفسيين، لكن الحمد في لله. نفس الوقت الحمد لله ربنا يزيك دكتور، لكن في نفس الوقت طبعا ربنا يحمي الناس الامراض النفسية. خليني اسال حضرتك في اكتر من جزئية. اولا دي طبيعة شخصية، ثانيا مقدار الصلابة النفسية اللي حضرتك اتكلمت عنها في البداية دي انا احصل عليها ازاي؟ يعني هل اقدر امسك العصاية من النص ان انا اكون شخص طموح، عندي طموحي، عندي هدفي، عندي خططي، لكن في نفس الوقت عندي صلابة نفسية، مش كل حاجة افضل متوتر على اعصابي، ده انا اتأخرت، لا ده انا مش ده مستوايا، ده الى اخره. طبعا طبعا. طب هو ده دورنا احنا كدكاترة نفسية، ان احنا لما بيجي لنا واحد وبتبقى دي المواصفات بتاعته بنقول له خلي بالك انت عمال تعمل فلوس كتيرة علشان في الاخر تعالج نفسك بيها. احنا بنقول له ان انت معرض اكتر لامراض القلب، وبنقول له زي ما انت بتعرف تستثمر تقول اجيب شاليه، اجيب عربية، مش عارف ايه، اهم حاجة هو الاستثمار في الصحة. يعني احنا عشان نقنعهم بموضوع الاجازات موضوع بالنسبة لهم صعب قوي. لو طالب وانت بتقنعيه بحاجة تقولي له مثلا حاول تاخد كورس في الصيف، تلعب، تجري، بتاع، يروح ياخد مثلا كورس انجليزي عشان يفيده، ياخد كورس كمبيوتر يكون هو مثلا في هندسة. يعني برضو بيبقى بيلف ويدور في حاجة ليها علاقة بالطموح بتاعه. في حاجة احنا بنقولها اسمها resources activation، يعني تنشيط الموارد. يعني بنقول في حاجة اسمها العلاج بالرأس، ان مثلا 100 دقيقة ايروبكس في الاسبوع بتعالج القلق والتوتر. في حاجة اسمها الموسيقى، في حاجة اسمها الرسم، القراءة، اي حاجة انت بتحبها حاول تعملها علشان تطلع من الوقت اللي انت فيه. في منهم بينجح، في منهم ما بيقدرش. يعني هو يفرض ان انا في المصيف وقاعد قدام المية، بس انا فاتح قدام المية والبحر وفاتح الموبايل بتاعي كما لو ان انا قاعد في المكتب. ما انا عندي وسيلة ان انا ممكن ابقى الموبايل او اللاب، الكاميرات في المصنع بتاعي، جايبة كل حاجة كما لو كنت في مكتبي وانا بالنت جايبهم قدامي. تمام. فهي الفكرة ان انا عايز انتزع منهم، احنا بنسميهم workaholic، يعني مدمنين العمل. هو نوع من الادمان، زي الالكحوليك مدمن الخمرة، زي مدمن البودرة. ده يمكن اخف انواع الادمان لانه بيؤدي بالنجاح و لكن دايما بيدمر الحياه الاجتماعيه. طب نفس الكلام ده بيندرج برضو على الشخصيه الحساسه، مش شرط بقى الشخصيه الطموحه ومدمنه العمل. يعني احنا بنشوف ناس يعني اي شيء او اي حتى منظر او مشهد قدامهم بيألمهم جدا، حتى لو مش عارفين الناس دول معرفه شخصيه اللي هم بيمروا بضيقه، هم نفسهم بقى بيتعبوا، الشخص ده نفسه بيتعب ومش بيقدر يفصل. ازاي اكون مش جماد، احس باللي حواليا وامر عادي بضيق، باكتئاب، بتوتر، بقلق، لكن في نفس الوقت ده بقى ما يدخلش جوايا ويحطم جسمي؟ دي بقى مش قصه طموح، دي قصه ناس بيبقى عندهم حساسيه مفرطه. واحنا عشان كده دايما نقول الاكتئاب مرض النبلاء والشرفاء. صحيح. لانه هو حساس قوي لموقف يحصل، حساس قوي يشعر بتانيب ضمير ان شايف حاجه، يعني ممكن عربيه خبطت كلب موتته، الحياة هتمشي عادي، بس في واحدة أو واحد اتنين تلاتة من المية اللي شافوا القصة دي يفضلوا متضايقين يمكن اليوم كله، تفضل معلمة عندهم. احنا الناس دي بصي ما بنقدرش نعمل حاجة أكتر من ان احنا بنزود لها ساعات النوم، بنحاول ان احنا نزود لها الصلابة النفسية بان احنا ندي لها وقت أكتر للراحة، حاولوا انكم تدخلوا في هوايات و لكن سيظل شخص رقيق المشاعر، حساس، مش أي حاجة يقدر يتحملها ومش اي وظيفه يقدر يشتغلها. ايوه، بس في المقابر هو مش قادر يعيش. يعني الواحد بيشوف ناس صحيح فعلا مش عارفين يناموا من القولون العصبي لمجرد ما يعني حادث عابر شافوه مثلا في نشره الاخبار، مجرد ان هم تاثروا خلاص هم مش هيناموا النهارده. اه صحيح. يعني عايز اقول حاجه، الواحد في المهن حتى لما يجي يختار ما يختارش مهنه
تكون بتوتر وهو في نفس الوقت شخص رقيق المشاعر. بلاش احنا لما دخلنا كليه يا دكتور كل حاجه بتوتر حضرتك. انت نازل من بيتك يعني رايح الشغل وبتاخد لك ساعتين في الطريق وزحمه المرور دي مش هتوترك؟ هقول لك على حاجه تتوتر. مثلا انا دايما اقول في التوتر حاول تعمل تفويض لحاجه حد غيرك يقدر يعملها. واحد يقول لك لا في حاجه يعني انت بتعمل، انا لازم كل يوم اتعرض لزحمه المرور ولازم انا اللي اتوتر. كويس انك قلت الموضوع ده، مش هقدر اخلي غيري يعني ينوب عني في الزحمه. اوكي، انا من ساعه ما اخترعوا اوبر وكريم انا ما سقتش العربيه بتاعتي ولا مره. طب خلي بال حضرتك بقى ان دي دعايه بقى ليهم، واحنا هنا ضد الدعايه ولا الدعايه المضاده؟ مفيش غيرهم، مفيش غيرهم. يا ستي اركبي التاكسي لاب، ما قلتلكيش حاجه، بس يعني عارفه انا بقول لك ان دي وسيله. يعني حضرتك بتقصد ان مجرد ان انا ما اسوقش ده في حد ذاته هيهديني؟ طبعا، حتى لو اتكلمت. الزحمه نفسها موتره يا فندم. بقى انا لما ابقى انا اللي قاعد على الدريكسيون وده بيخبط لي وده بيعمل لي، زي لما انا اقعد جنبه فاتح الموبايل بتاعي وبعمل كل حاجه. الانسان البسيط اللي راكب وحواليه يعني 10 من كل اتجاهات اللي هو قوه التلاحم البشري في المواصلات العامه. عايده بيتر ذان ناثينج. بيتر ذان ناثينج. انا دلوقتي هنزل مشوار من بيتي من مصر الجديده مثلا للمقطم ذهابا وايابا وبعدين كذا، بدل ما اتوتر بنسبه 100% اتوتر بنسبه 50%. القياده مرهقه لان انت مشغله كل حواسك، لكن انت قاعده. الانسان البسيط اللي ما عندوش عربيه اصلا اوكي جاي في المواصلات زحمه مرور وزحمه نفسها حتى في المواصله نفسها. بصي، هو بلا شك ان احنا في مصر عندنا نوع من التوتر اللي هو ناتج من الزحمه الشديده، لان هو كل ما زادت الزحمه وكل ما زاد الحر كل ما زاد توتر الانسان. صحيح. خلاص، طب دي حاجه ماليش يد بيها، يعني يا اما انك تنزل بدري شويه يا اما تغير مواعيد مثلا الرجوع. لكن انا عايز اقول ايه، ما هو ما يبقاش انت متوتر في المواصلات مثلا وفي نفس الوقت بتوتر نفسك في حاجه تاني زياده عليك. ما تبقاش انت موتر نفسك في المواصلات ومش بتاخد اجازه خالص. ده حتى على العيال احنا بنقول لواحد ايه، اقعد مع اولادك ضعف الوقت واصرف عليهم نص اللي بتصرفه. مش بالمعنى الحرفي بس بمعنى انك انت استثمر في صحتك. يعني زي ما انت بتحوش فلوس عشان تدخل ولادك المدرسة، زي ما بتدخل في جمعية علشان تدخلهم المدرسة اللي انت حبيبها الخاصة، انت بتدخل في جمعية علشان برضو تروح تصيف. انت ممكن تكوني بتتكلمي على برضو فئات تكون اللي هي الفقيرة جدا. أنا بس عايز أتكلم عن كل الفئات، يعني عايز أتكلم عن المتوسط والغني اللي عندهم عربية، وعايز أتكلم عند البسيط اللي ما عندهش. العامل البسيط أو الشخص البسيط لو طلع على الكورنيش واشترى دورة مشوي أو شوية ترمس وتمشى على الكورنيش عينه بس شافت لون المية، عارفة حاجة كده تبقى مفتوحة قدامك. يعني قصد حضرتك إن أنا بأبسط الأشياء أمتع نفسي حتى لو مش قادر أسافر، إن شاء الله حتى أروح زي ما حضرتك قلت أكل دورة مشوي. طب خليني أتكلم في جزئية مهمة جدا، علاقة الجهاز الهضمي بالناحية النفسية. يعني إحنا دلوقتي لو اتكلمنا عن القولون العصبي حدث ولا حرج، قرحة المعدة، تخلصات المعدة، الحموضة، الإمساك، الإسهال، يا دكتور كل ده من الحاله النفسيه؟ طيب هو انت قلتي اللي انا كنت هقولهم، بس انا هقولهم لك من فوق لتحت. ان مريض اللي عنده توتر ومتعصب قوي يبدا بصعوبه في البلع ملهاش اي تفسير. طبعا كشف انف واذن مفيش حاجه، احيانا يقول لك عندي غصه في الحلق، يعني في حاجه خانقاني هنا. طبعا مرورا بالحرقان بتاع فم المعده، نهايه طبعا بالقولون العصبي. هي الفكره انه اللي بيحصل ان هو دايما بياخد حاجات تضاد ده، لان هو الانسان وهو متوتر الجهاز الهضمي الاغشيه المخاطيه بتفرز الحامض اكتر، فبيبقى عنده حرقان على طول طبعا. فيبقى هيشرب حاجات غازيه، ياخد الفوارات المنتشره. انت عارفه بعض الصيدليات الناس حواليها يشتغلوا بعد ما يفطروا كل واحد يروح يجيب 3 4 فوارات للي حواليه. يا اما انه ياخد الادويه بتاعه المعده، بس مش ممكن ان انت تفضل تاخدها على طول، لان انت هتاخدها هتعادل الحامض اللي هو طالع. هتوقفها الحامض شغال. المنبع بتاعك ان دماغك عماله تفرز مواد. في ناس بتبقى اكثر حساسيه في التوتر من ناحيه الجهاز الهضمي. يعني انا بقول لك ان هو في ناس لما بتتوتر قلبها بيوجعها، في ناس صدرها، في ناس الجهاز الهضمي، بس اكتر جهاز بيتضرب هو الجهاز الهضمي. لان الاحصائيه بتقول ان 50% من الناس اللي قاعده في عيادات الجهاز الهضمي ما عندهاش مشكله في الجهاز الهضمي، بس هي
انت مش عارفه توصلي لها فكره ان ده مش من المعده، ان ده من المخ، لانه فعلا عنده حرقان. حاجه تقول احصائيه خطيره، 50% من المرضى في عيادات الجهاز الهضمي بيكونوا مرضى نفسيين او على الاقل عندهم الام نفسيه اتطورت في موضوع الجهاز الهضمي. يس. من هنا بقى السؤال، هل من السهل اكتشاف انه السبب سبب نفسي مش سبب عضوي؟ يعني انا دلوقتي بروح لدكتور البطنه، البطن على طول بيقدر يشخصني، ولا للاسف انا بفضل اخد علاج سنين وفين وفين لما اعرف ان السبب نفسي؟ لا 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 لا، الدكاتره البطنه والقلب من امهر ما يكون بيشخصوا على طول، بيقولوا لا دي حاله نفسيه. يعني احنا عملنا كذا طلع سليم، عملنا منظار طلع سليم، انت عندك حاله نفسيه، بس هو المريض مش قادر. المريض بيتقبل بقى؟ مش بيتقبل خالص. المريض بيتقبل اطلاقا. وممكن ان هو يغير دكتور لدكتور. انا عشان كده حتى بقول ان احنا خلينا واقعيين، الصورة الذهنية عن المرض النفسي او عن الطب النفسي او عن الدكاترة النفسية او عن الادوية النفسية صورة سيئة. يعني احنا 50 سنة بنتريق على الدكاترة وعلى المستشفيات النفسية، فالصورة مهما قعدنا نقول للناس يا جماعة اكشفوا بدري، هو مش مقتنع. في حاجة اسمها العقل الباطن الفردي بتاعي، وفي حاجة اسمها العقل الباطن الجمعي. العقل الباطن الجمعي بتاعنا كشعب لازالت صورة الطب النفسي عنده مهزوزة. يعني ابعتني الدجال، ابعتني المشعوذ، ابعتني الواحد يفك العمل، ابعتني الواحد يعمل لي اي حاجة، بس ما تبعتنيش للدكتور النفسي. لا، هنا بقى في اضافة. الحل بقى الواقعي، بس قبل ما اجاوب حضرتك في الجزئية دي، هو الوضع هنا في مجتمعنا بس الصورة الذهنية ان احنا واخدينها على الاطباء النفسيين، ولا بالعكس ان انا كمريض نفسي لو انا رحت لعيادة طبيب نفسي ده انا هخجل، ده عار، ده هيقولوا عليا مجنون. طب ما ده اللي انا بقوله. طب هو ده، ان انا اروح الف الكرة الارضية في كل التخصصات. افتكرت حضرتك بتتكلم عن الصوره الذهنيه اللي خلقتها بعض الافلام، ان الطبيب النفسي نفسه عنده، انا اسفه يعني، لا 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 كده عنده شعره، انا اسفه طبعا، بس في الدراما اللي بتقدم كده، لكن طبعا عكس انه الحقيقة. انا ايوه، ما هي ما انت بتكملي كلامي. اصل ده اللي انا فهمته من كلام حضرتك. أيوة هو ده صح، الصوره الذهنيه اللي اتقدمت مخليه ان الشخص محجم جدا انه يروح للدكتور النفسي. يعني احنا ما بتجيناش حالات مثلا اكتئاب بسيط او اكتئاب متوسط، لازم تيجي لنا حالات اكتئاب شديد، رغبه في الموت وتفكير في الانتحار، بس لولا ان ربنا موجود كنا موتنا نفسنا. ده غير انه مزمن، ممكن يعني يكون عنده 15 و16 سنه اكتئاب لولا ما يفكر يروح. لما تبقى حاجه خطيره قوي. الحل العملي من وجهه نظري، رغم انه ممكن يزعل بعض دكاتره الطب النفسي، ان في منظمه الصحه العالميه كانوا عاملين تدريبات لاطباء البطنه واطباء الجهاز الهضمي والممارسين العام الجنرال براكتيشنر، ان هو ازاي ان انت تكتشف المريض النفسي. والمفاجاه اللي هقولها لك، لما كنا في انجلترا كان الممارس العام بيعالج 92% من حالات الاكتئاب، اللي ما يعرفش يعالجهم ال 8% يحولها لنا. يعني انا كممارس عام، فكرة الممارس العام، أنا موجود في كاتشمنت إيريا، وليكن مثلا أنا ماسك حتة مصر الجديدة دي، أنا اللي بطعم الأطفال وأنا اللي بعالج كذا وأنا بعمل كل حاجة. الممارس العام على فكرة في إنجلترا بياخد أعلى مرتب. يعني فكرة الممارس العام مش زي عندنا ده طبيب كشكول، لا، ما هو الكشكول ده مهم إن هو متابعك من ساعة ما أنت ما اتولد. فالفكرة اللي مفروض نعملها إن إحنا، وبنعملها أحيانا مع بعض شركات الأدوية، بتدي تدريبات لدكاترة البطنة ودكاترة الجهاز الهضمي والممارس العام. انت وانت بتعالج مريض اسأله كم سؤال، يعني هل بتنام؟ يقولك مفيش خالص يا دكتور. طب انت عامل ايه؟ مزاجك ايه؟ اهو عايشين من قلة الموت. لما تلقط حاجة زي دي، ثق ان لا دواء السكر بتاعك هيجيب نتيجة، ولا دواء الضغط بتاعك هيجيب نتيجة، ولا حتى الادوية العادية في الامراض العادية، لان مناعته بتبقى قليلة. الحاجة بقى اللي تستغرب لها، دكتور البطنة او القلب لما يكتب دواء من ادويتنا بيبقى على قلب المريض زي السكر، وممكن يبقى ماشي عليه سنين. يعني انا ممكن يجي لي يقول لي مثلا انا عامل دعامه وابتدى يدخل في اكتئاب، ابص في الروشته اللي كاتبها دكتور البطنه حلوه خالص، وكاتب له مضاد اكتئاب باستثناء ان هو كاتبه له نص قرص. فانا اجي اقول له طب عموما لا احنا هنخليه قرص. ايه هو اللي هتخليه قرص؟ اقول له ده مواد مثلا مضاده للاكتئاب، ايسيتالوبرام، سيرترالين، انا بقول لك الاسماء العلميه عشان او حتى دكتور البطنه لما يكتب مهدئ للناس اللي عندها قولون عصبي بيبقى على قلب المريض زي العسل، ويبقى على قلب الصيدلي كمان زي العسل. لكن لما تكتبيه من عند الدكتور النفسي، خلي بقى حتى الصيدلي يحب يعني
حتى الصيدلي كمان عنده صوره ذهنيه على الموضوع ده. في مصر خصوصا في الحتت الشعبيه المرضى بيبقوا مرتبطين اكتر بالصيدلي من الدكتور. الصيدلي بيروحوا له على طول حتى بيشاوروه في حاجات. ايوه بس الصيدلي قاري وواعي باهميه الامراض النفسيه وعلاجها. لا 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 لا, 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 لا. بالعكس، احنا مثلا في ادويه مثلا مشهوره جدا هي في الاساس بجرعات كبيره بتستخدم في الصرع، في جرعات متوسطة احنا بنستخدمها كمود ستابلايزر منظمة للمزاج، في جرعات صغيرة قوي بيستخدموها دكاترة البطنة لالتهاب الأعصاب. دكتور الصيدلي أحيانا لما تكتبيه في أي حاجة يقولك انت ده واخده ليه، ده بتاع صرع. بالعكس هو أحيانا الصيدلي يضلل المريض، لأن أحيانا ممكن الدواء يكون ناقص، مجرد انه ناقص، واحنا الفترة دي عندنا كمية النواقص كتيرة، لأن هو مفروض احنا في كمية أدوية غليت فمش بينزلوها كلها، كل 3 شهور ينزلوا مجموعة، فده يخفى شوية ده يطلع شوية. الدواء اللي ناقص اللي عند الصيدلي لازم يقول له ده دواء وحش خالص، واو واو انت هتمشي ورا الدكاترة النفسية وهتقعد طول عمرك تاخد دواء. بصي يعني فكرة ان احنا لازم نواجه الواقع، انا طبعا اتمنى ان الصورة الذهنية بتاعتي كدكتور تبقى زي الفل وان سمعة ادويتي تبقى زي الفل، لكن سو فار في الوقت الحالي لما بندي دورات لدكاترة البطنة بيعرفوا يشيلوا جزء كبير من حالات القولون العصبي مثلا، على الأقل عرفوا إن القولون العصبي مش سببه القولون قوي بقدر ما سببه إن الشخص على طول متعصب، هو اسمه كده. لكن الهدف من سؤالي لما قلت لحضرتك لما بروح لدكتور بطنة أو أي يعني تخصص ما، هل فعلا بيقدر إن هو يحدد إن السبب نفسي بسرعة ولا بعد ما أكون قطعت شوط كبير في العلاج؟ بصي يعني طبعا متوقفة على شطرته. هو ده كان هدف من سؤالي، لان فعلا الواحد بيشوف ناس بتفضل تتعالج تاخد ادويه في ادويه في ادويه وفي الاخر كان لازم تروح لباب الطبيب النفسي من اول يوم. عايز اقول لك على حاجه، اسهل حاجه الدكتور البطنه او القلب يشخصها هي حالات الهلع. الهلع يعني مريض جاله قلبه عمال يضرب، نفسه مش عارف ياخده، بيعرق خلاص ان هو هيموت، ممكن يوصل انه يدخل العنايه المركزه، يعمل له رسم قلب يطلع سليم، رسم قلب بالمجهود سليم، ايكو سليم، بيقول له انت ما عندكش حاجة، انت عندك هلع، وده حاجة عايزة دكتور نفسي. المريض مش مصدق ليه؟ لان هو فعلا قلبه بيضرب فعلا بيوصل ل 120 و150. ده بيبقى معاه كمان ضيق التنفس احيانا؟ ضيق في التنفس ومش عارف ياخد نفسه، مخنوق وطلعني في حتة فيها هواء. ثاني اكسيد الكربون لما بيلخبط الحموضة ممكن تبتدي تحصل تنميل في الاطراف مع عرق، خلاص واحد بيموت. تمام. فهو فعلا فعلا هو متألم عضويا بس السبب نفسي، وده المريض الوحيد اللي مش بيتبسط لما تقولي له ما عندكش حاجة، لأنه دايما المثل يقول لك اسأل العليل ما تسألش التحاليل. رسم القلب مظبوط، الإيكو مظبوط، هو مش راضي يصدق. طب أنا فيا إيه؟ صحيح، ما هو بيقول له أنت عندك حاجة نفسية، بس هو مش قادر يروح للدكتور النفسي لأن هو بيقول لك قلبي اللي بيدق، اروح ليه للراجل بتاع الهس بس ده، او في حاجه بيعملوها عشان ياكدوا له، يا سيدي احنا هنحط لك حاجه على صدرك زي رسم قلب تفضل بيها يوم او يومين، مارس حياتك، اشتغل، اطلع اركب مواصلات، لو في علاقه حميميه مع مراتك عادي خالص لمده يومين وتعلن، وياخدوها يفرغوها يقول له كله طبيعي، برضه مش مقتنع. الحقيقه تمام. وهنا الحقيقه الهدف من الحلقه ثقافه ان احنا فعلا نقدر نروح للطبيب النفسي ما دمنا عندنا مشكله، احنا مش عيب ادينا دواء. طبعا هو لو جالنا ده العيب ان احنا نتكلم في الموضوع ده سنه 2018. معلش احنا عارفه مش هنقدر نفضل اعلام وحش لمده 50 عام وبعدين يجي في الاخر هنصلحه في كام سنه. كمان احيانا المسلسلات، انا في الفتره الاخيره لاحظت ان المسلسلات مدخل الدكتور النفسي كتير قوي في المسلسلات، ودي حاجه مش وحشه. شكل ايجابي ولا شكل سلبي؟ بصي يعني انا هديلك مثلا ممكن اقول اسم مسلسل سريع لان في اول اتصال لحضرتك وصل لنا. اوكي لو تدي المثل بسرعه. ادي المثل ان مسلسل مثلا فوق مستوى الشبهات من كام سنه كان منزل الدكتور ان هو بيسجل للمريض وبالتالي الحبكه الدراميه ان هي سرقت التسجيل فعرفت اخبار المرضى، فكل واحد يدخل لي يقول لي وانت بتسجل لي؟ يا عم سجل لك انا فضيله. صحيح. ام جونير مساء الخير يا فندم، اهلا بيكي معانا. مساء النور، اهلا بحضرتك. اتفضلي يا فندم الدكتور معاكي. رحت لدكتور بطنه وقلب وقالوا لي ان انا ما عنديش حاجه، وكمان دكتور اعصاب عشان بيجي لي تنميل في ايديا. تمام. ودلوقتي كمان في وش في وداني ودكتور انف واذن ما يعرفش عني اي حاجه، برضو قال لي
التهاب في عصب الاذن، بس دكاتره الاعصاب بتقول ان انا ما عنديش حاجه. طيب معلش، ايه ايه في ودانك كمان غير التنميل في الايد؟ وش في وداني، وش في ودانك. تمام. طب ارجوكي خليكي معانا في بسالها بس سؤال كنت اسالها، هل حضرتك بتحسي احيانا بعدم توازن ان انت هتلفي او هتقعي؟ هل بيجي لك احيانا الم في الودن يكون فيه التهاب فعلا في الاذن الوسطى؟ هو بيجي لي الم، بس الدكتور قال لي اكيد ان وداني نظيفه ما فيهاش اي حاجه، والموضوع ده بيتكرر معايا هو وتنميل ايديا. طيب هل حضرتك اصلا من النوع القلوق، بتخافي نومك فيه اضطراب، مزاجك فيه مشكله؟ قلق وضغط على اعصابي وبتضايق، ويعني انا بلاحظ ان انا باخد ملجا بس اريح، بس مثلا لو سبته واعصابي استريحت بخف من غيره. لكن بقول طول عمرك من قبل ما يجيلك القصه دي كنت من نوع القلوق او الخواف او كده؟ اه يعني شويه، كان القولون العصبي في الامتحانات الثانويه العامه، والموضوع ده كان شغال معايا. اوكي تمام، الف سلامه يا ام جونير. هنجاوب حضرتك حالا، بس في استفسار لحضرتك من الاستاذه منى. مساء الخير يا فندم. استاذه منى، استاذه منى حضرتك معانا؟ خلاص. طيب مساء الخير، اهلا بيكي معانا. معلش عايز اسال الدكتور بس على حاجه لو سمحت. تحت عمرك طبعا، اتفضلي. ربنا يخليكي. انا عندي ضيقه نفس على طول، ورحت كشفت عند دكتور صدر فكتب لي على اتنين بخاخه، بس مش مروجين خالص، يعني انا ما خففش خالص منهم. يعني هو حضرتك سنك كام سنه؟ 37. طيب هل اصلا كنت انت مريضه ازمه، يعني من النوع اللي ممكن؟ لا ما عنديش اوكي. والادويه اللي اداها لك البخاخات وكده مش جايبه نتيجه؟ لا. اوكي، يعني حضرتك مش بتعاني من حساسيه الصدر؟ لا ما عنديش بس انا هو كتب لي على اشعه، عملت الاشعه طلع عندي التهابات كده في صدري، بس ما اعرفش الالتهابات هي حساسيه في الصدر ولا ايه، مش عارفه. التهابات في الصدر؟ لا حساسيه الصدر ان انت بيبقى عندك ازمه، يعني بتتخنقي وتبقي مش عارفه تاخدي نفسك. انا فعلا بتخنق كان حد خانقني وبعدين مش قادره اخد نفس خالص. بس ده من وانت صغيره ولا جالك على كبر؟ لا من جنب سنتين او ثلاثه كده. اوكي تمام. طيب ألف سلامة، حالا هنجاوب حضرتك. طيب نبتدي بالأستاذة منى ونرجع للأستاذة أم جونير. أوكي. بصي حضرتك، هو التوتر بيخبط في كل حاجة في الجسم. صحيح للأسف. وكمان بيخبط في أضعف عضو عند الجسم. يعني افرض إن أنا مريض عندي حساسية في صدري. يعني أنا هفترض إن أستاذة منى عندها حساسية في صدرها. لما يجي توتر يضرب الحساسية دي في 10. بحيث انه البخاخه ما تجيبش فايده. ليه؟ انا ممكن اقول لك ان انا نفسي مخنوق، حاجه اسمها تنهيده، بعمل كده مش عارف اخد نفسي. في فرق بين ان انا مش عارف اخد نفسي لان الشعب الهوائيه من جوه ضيقه او مسدوده، فلما الدكتور يحط السماعه على صدري يسمع زي تزييقه كده، تزييقه خفيفه، وبين ان انا العضلات اللي بره اللي ماسكه الانتركوستال اللي ماسكه الضلوع تبقى هي متوترة وشدة، فصدري نفسه قافل فمش عارف اخد نفسي. ودكتور الصدرية لما يحط السماعة يقول لها لا انا سامع الشعب شغالة كويس قوي. وضحت فكرة حضرتك، لكن بالنسبة لحالة استاذة منى بالتحديد تشمل الاثنين، لان هي بتقول لما عملوا أشعة لقوا فيها حاجة التهابات في الصدر. في التهابات. من الجايز قوي ان الشخص لما يجيله نزلة شعبية او التهاب رئوي ان تقلب معاه بأزمة. تمام. بس لما تبقى هي كمان متوترة تضربيها في اثنين. يعني احنا ننصحها بالعلاجين. أيوة العلاج طبعاً. عن طريق المتخصص في علاج حساسية الصدر، وعن طريق طبعا الطب النفسي. صحيح. هو في حاجة عايز اقولها ضرورة بخصوص الأستاذة منى، ان زي ما احنا بنقول للدكتور البطنة ما تخفلش الجزء النفسي، احنا بنقول للدكتور النفسي ما تخفلش الجزء العضوي. ليه؟ انا ممكن شخص يجي لي متوتر جدا ويتكتب له رشدة وش وظهر عشان يهدى ما يهداش. ببساطة هقول له اعمل تحليل الغدة الدرقية، لأن الغدة الدرقية لو نشاطها زيادة جدا هتعمل له توتر مش هيخف بأي أدوية. طبعا المريض هيقول لك بس أنا ما عنديش تضخم. فأنا عايز أقول للمشاهدين يا جماعة، الغدة الدرقية ممكن تكون بتفرز سموم رهيبة ومش متضخمة على الإطلاق، وممكن تكون متضخمة جدا ومش عارف تبلع منها ومش عاملة أي حاجة. تمام، اشكرك على ضمن الحاجات اللي يعني انا بقول له خلي بالك ان فيها جزء نفسي، بس انا برضو كدكتور نفسي عيني على الناحيه العضويه بالظبط تكون موجوده، بس اتضربت في اسمح لنا. تمام. اسمح لنا قبل ما نجاوب على ام جونير، في اتصال من نجا حمازي لحضرتك. ام بيتر مساء الخير.
مساء الخير يا فندم. اتفضلي. اهلا وسهلا بيك. انا عندي ابني بيخش مشكله المذاكره يعني. طبعا. بياخد ريسبردال. الو؟ ايوه سامعك يا ماما. ريسبردال كملي. هو بس احنا مش عايزين نقول اسماء ادويه. انا اسفه. ليه سنتين. اوكي. وبينجح كده بطريقه ماشي حالك يعني، ماشي حالك. لكن دلوقتي المفروض ان هو يركز ويشد حيله داخل ثانويه عامه. الواد مصر على علم رياضه. لكن انا لقيت قدراتي قليله خالص وقدرته على التركيز قليله خالص خالص خالص. فانا خايفه ما ادخله علم رياضه. طب هو بس يعني في سؤال، هو ليه الدكتور كتب له الدواء ده؟ الدواء ده بالمناسبه الاسم العلمي بتاعه اسمه ريسبيريدون. كتبه له ليه؟ كانت ايه شكوى ابنك؟ ما كانش ينام، ما كانش يذاكر، كان يبكي. لكن كان بيسرح وهو قاعد، كان ممكن يهمهم مع نفسه. متفوق ومجتهد وماشي على خط واحد. فاهم. وملتزم. فاهم، المرض النفسي ملوش علاقه بالتفوق، ممكن يجي الواحد يكون طالع الاول، انا بتكلم ان ايه الاعراض اللي ظهرت وبناء عليه الدكتور كتب الدواء ده. ما كانش ينام وكان يبكي. بس؟ واكتئاب طبعا. لا وغير الاكتئاب يعني ما كانش يبقى قاعد سرحان او متوه؟ دايما زعلان. ها؟ دايما زعلان، دايما زعلان. طيب هو سؤال حضرتك ايه؟ انا مش واثقه فيه دلوقتي، هو داخل ثانويه عامه، مش واثقه فيه. هل قدراته بعد العلاج ده كله، سنتين في العلاج، يقدر يدخل امتحان ثانويه عامه طبيعي، طالب طبيعي، يركز ويحفظ ويذاكر ويحل مسائل؟ هو دلوقتي قدرته محدوده على الحفظ. طيب حالا هنجاوب حضرتك. طيب هجاوب حضرتك. طيب انا هستاذن حضرتك نجاوب ام بيتر ونرجع لام جونير، لان يعني احنا خلاص خمس دقائق الاخيره في البرنامج. ام بيتر اللي هي نجا حمادي. ام بيتر نجا حمادي اللي هو ابنها دلوقتي يمشي حالك وهي خايفه من طيب. الثانويه العامه. في معلومه يا جماعه عايز اقولها، ان المرض النفسي واصعب حاجه في الطب النفسي هي الفصام، تضرب التفكير، تضرب السلوك، لكن ملهاش دعوه بالذكاء. ماشي نوضحه بسرعه، ايه المقصود بالفصام؟ الفصام اللي هو ان واحد ممكن يبقى عنده ضلالات اضطهاد، ان هو يبقى شاعر ان حد بيراقبه، انه مضطهد من غيره، ان حد بيسجل له، ان 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 وفرصه ان انتوا تشوفوا فيلم اسمه بيوتيفول مايند او عقل جميل، ده بيشرح قصه حقيقيه لعالم اسمه جون ناش، كان عنده فصام زمان وخد جائزه نوبل في الفيزيكس، اللي مثل الفيلم راسل كرو، والفيلم بالانجليزي اسمه بيوتيفول مايند وبالعربي اسمه عقل جميل. فدايما بنقول للناس ويقول لك الولد كان طالع الاول، ملهاش علاقه، يعني المرض ده بيجي من سن 15 لسن 25 وممكن يضرب اي مستوى. ده بينطبق على بيتر؟ بالنسبه لبيتر ببساطه شديده، شوفي تحصيله وهو في ثانيه ثانوي، وحتى لما هيدخل ثالثه ثانوي، ما هو بيحضروا دروس للاسف خصوصي وبيمتحنوا في السناتر، فكل شويه بيشوف تحصيله، اذا كان تحصيله كويس يبقى ماشي كويس، يبقى هو ضرب له بس التفكير و و و. لكن الام واضح انها بتقول انه تركيزه بقى قليل. الاعراض اللي بتقولها اللي هي ان قله نوم مع اكتئاب مع عياط، لا ما اظنش انها تاخد ريسبيريدون اللي هي قالت اسمه العلمي. انصحها بايه؟ يعني انا مش عارف، هل يعني ممكن تعملي له اختبار ذكاء، ممكن تشوفي تحصيله، ممكن تعيد الكشف تاني عند، ممكن تاخدي راي الدكتور نفسه، ايه رايك في التركيز بتاعه؟ لان في اختبارات كتيره قوي تقيس تركيز الشخص، يعني تمام. يعني خدي رايه هو نفسه. لكن انت من ضمن الحاجات اللي بنقيس بيها ذكاء الشخص اختبار الذكاء او الاختبارات التحصيليه بتاعت المدرسه. وصلت الفكره. طيب ام جونير، لاني عايزه اختتم بحضرتك بنصيحه للثانويه العامه. فام جونير دلوقتي عند حضرتك، بقى انا شايفه مايد النقاط بتاعتها، راحت للدكتور بطنه ودكتور اعصاب وتنميل في الايد ووش في الودن. طيب هي من اللي هي قالته هي شخصيه قلوقه. بس لا، في حاجه برضو في الاذن فيها مشكله. فانا لما بتشتكي برضو من القولون العصبي. اوكي، ما هي قلوقه. يعني اقصد اقول ايه، اصل ما فيش مرض يخبط القولون العصبي ويخبط الاذن الوسطى ويخبط مش عارف ايه ويعمل لي صداع ويعمل لي وجع في رجليا وعندي مثانه عصبيه، ما فيش مرض كده غير القلق والتوتر. دايما لما تلاقي حد جاي بيقول لك عندي كذا بيدمر الجسم كله. بالظبط. بس ممكن كمان يكون هي كمان عندها مشكله في الاذن، يعني افرض ان هي عندها الاذن الوسطى، افرض ان جالها التهاب في الاذن الوسطى، ما هو يعمل لها دوار، فمحتاجه تاخد دواء للاذن الوسطى يعالج القصه اللي عندها، الى جانب القلق والتوتر.
تمام، يعني زي النصيحه لسه مقدمينها ان احنا نتابع عند الدكتورين طبعا تخصص الجسدي او العضوي والتجسس الاول التخصص ممكن قوي النفسي. ان زي ما حد عضوي يروح يقول له افحص حد نفسي، انا ممكن واحد برضو يجي لي والشكوى بتاعته احس انها اوفر قوي فاقول له لا روح لحد عضوي. وحاجه تاني بمناسبه الجهاز الهضمي، انت ممكن ان انت على ما رحت للدكتور النفسي خدت 10 سنين جات لك قرحه فعلا، فيعني انا ببقى لا خلاص انا عارف ان اعراضك دي لا في قرحه، يعني ما انت ما ينفعش يقول لك انت عندك حاجه نفسي وتروح له بعد 10 سنين يقول لك انا من زمان طول عمري كنت كذا. اصل المشكله ان هو بيظهر الاول في صوره عرض انا بتجاهله، يعني بتجاهله من الناحيه النفسيه أوكي. فبيستمر لغايه ما يتحول لمرض مزمن. انت لما ابقى انا متوتر صحيح. وعمال يفرس حمضي على الجهاز جدار المعده واخد شويه فوار واخد شويه كذا وامشي 3 شهور وبطل، لما الموضوع يقعد سنين يقلب فعلا بقرحه ولا زال برضه علاجك تبتدي بحاجه نفسيه. دلوقتي بيجري مننا واحنا عندنا يوم الاحد امتحانات الثانويه العامه، الشكوى انا ناسي كل حاجه، انا مش مركز، ترجيع، اسهال، وخصوصا يوم الامتحان الصبح موضوع الترجيع والاسهال ده ممكن يخلي فعلا الناس تغيب من الامتحان بدون مبالغه. انت مدياني وقت قد ايه؟ طيب هو للاسف الشديد ده اخر دقيقتين معانا. هو احنا من دلوقتي ابتدوا يهلوا علينا قوي، من لينا شهر الثانويه العامه ابتدوا يهلوا علينا خصوصا الطلبه المتفوقين. النوع ده مش محتاج تحفيز زياده، بالعكس مش محتاج تقول له ذاكر اطلاقا، بس لما تيجي في وقت خلاص فاضل على الامتحان يومين وابتدى الولد يقول لا برجع لا مش قادر لا محتاج ياخد حاجه، لان انت في الثانويه العامه ايه حاجه مهدئه يعني. طبعا احنا عندنا خطا كبير في الثانويه العامه ان احنا بنبتدي بالولد من 1/8 دروس 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 مفيش اجازات خالص، تيجي نص السنه دي اجازه كبيره لا ده السناتر شغاله، المتفوقين شغالين من 1/8 من السنه اللي قبلها، يجوا على شهر 4 او شهر 5 خلاص يبقى لا قادر يذاكر وضميره مأنب انه مش قادر يذاكر، فيدخل في حلقه يعني كلوزد كده مش عارف يطلع منها. انا دلوقتي يعني مره بوهتونا لموضوع المذاكره الثانويه العامه، يعني دي عايزه حلقه طبعا اه، لكن هو في الوقت الحالي خفوا عليه تحفيز، خفوا عليه كذا، ريحوه، لو متفوق خلوه ينزل يتمشى بالليل قبل الامتحان. النهارده وبكره اخر يومين، خلوه ينزل يتمشى، خلوه ينزل ياكل ايس كريم، يشم هوا شويه، يا ريت يتفرج على حاجه مضحكه بيحبها في التلفزيون. الولد مخه مش قادر يتقبل حاجه تاني. الطلبه المتفوقه خصوصا ليله الامتحان عنده مشكله، واحنا نفسنا عارفينها ما احنا برضو كنا متفوقين، انه عاوز يراجع المنهج كله وده مستحيل. راجع يا ابني العناوين ما تخافش، كلنا كنا زيك بنيجي ليله الامتحان ونقول مش مذاكرين. في حاله جات لي كل يوم في الاعداديه تمام. اجل لي الامتحان، انا فوجئت انها في الاخر جابت 100% وطلعت الاولى على القطاع. اشكرك شكرا جزيلا دكتور امجد خيري، استشاري الطب النفسي والعلوم السلوكيه. ميرسي عايده، ميرسي ليك. احنا مش بس محتاجين حضرتك في حلقه خاصه عن الثانويه العامه، لكن كمان عشان نستكمل حديثنا النهارده طبعا على التاثير على البشره وتساقط الشعر والتجاعيد، الصحه الانجابيه، مناعه الجسم، لسه موضوعات كثيره جدا. فاحنا بنقعد نقول لكم ان شاء الله القلب والجهاز الهضمي يعني ودول لوحدهم يعني منتشرين ما ادراك بقى عندنا في مصر. مش بس هيكون لينا جزء ثاني، لكن بعد الهوا مباشره ان شاء الله زميلتنا معده هتكون بصحبة ضيفنا العزيز دكتور أمجد خيري على الفيسبوك موقعنا أو صفحتنا، وزي ما بقول دايما باللغة العربية برنامج صحتك مش بالإنجليزي، برنامج صحتك زي اللوجو أكيد إن شاء الله يطلع معاكم على الشاشة دلوقتي، وإن شاء الله يعني في غضون يعني نص ساعة ساعة هيكون فيه الإجابات على كل الأسئلة اللي بتوصلنا سواء على الخاص أو على الصفحة في صورة الكومنتات أو التعليقات. شكرا لحضراتكم وكل سنة والجميع بكل خير، تصبحوا على خير.